نخدم في ليبيا سنة وشهرين، فكنا بنخدم هنا في منطقة في الكريمية، فمعانا شباب كثيرين من بعض السودانيين هو شغالين في الكريمية، ونخدم كنا 100%، لكن ما بعد الأحداث أصبحت نهب وأصبحت ضيق وأكل المعيشة، يعني أنت لو شايل قروش في جيبك بجد بيشيلوها منك، يعني مهما كانت قوتك، يعني يا أنت ليبي يا يشيلوا حقك. فالسفير السوداني مش شقيف معانا، مهما مشينا وقدمنا طلبات للجالية السفير السوداني يقول مش عندي دخل بيكم. الاحتلالات الأموال بتاعتك أنت بتكون في جيبك ماشي، إن شاء الله يعني ضرب المثل أنت بتكون ماشي على البيت أو ماشي على الدكان تاخذ لك حاجة من السوق. فجيت لما تجي من هناك في عربية بتدرسك باثنين نفرين، واحد بيجي خدت لك الموس أو خدت لك السلاح في رقبتك، بقول لك يا أخي جيب اللي عندك، أنا عشان أفضح حياتي القريش ما مشكلة يمكن أعطيك، لكن عشان اديك لو بدور تاني لنفس القريش ده بدور نفس الزمن اللي طلعت فيه ده، لو كان 100 جنيه دار نفس الزمن اللي طلعت فيه، كان في 10 يوم او في 5 يوم او في 20 يوم في نفس الزمن. فقعدنا شويه قلنا نطلع من ليبيا، وهو صار كنا قاعدين في الحوازه حوالي 42 سوداني، حوالي الساعه 1:32 نزل علينا صاروخ في نص الحوازه. الصاروخ نزل الصاروخ الاول، نحن قلنا صاروخ 13 لانه ما نزل في نفس الحوازه، نزل قدامه بمترات معينة. فالصاروخ الثاني في قلب الحوازة، والصاروخ الثالث ياهو انتهى من السودانيين، 23 سوداني توفوا و17 جريح. مع الأسف الشديد ما فيش حد من السفير السوداني القنصل السوداني المقيم في ليبيا جا وقف معانا قال يا أخي الحاصل شنو، ولا في الإعلام. أنت يا كرجل إعلام أنت دارك ما تكون سمحت كون في 23 سوداني توفوا، أنت ما بتكون سمحت. لكن نحن داخل ليبيا نعرف، والسفير السوداني والله مش وقف معانا ولا في الاعلام ظهر معانا. فحاولنا نحن كنت اصلا ما نلقى تهميش من داخل السفير السوداني، هو في ليبيا يعني هو عشان يفك مشاكلنا. افضل وسيلنا وين؟ احسن نموت في ليبيا ولا احسن نمشي البحر نموت؟ افضل البحر تموت بكرامتك، مش تقدر تموت بذله واهانه. لانه اذا انا عاين السفير السوداني هو انا اموت قدامه زي ده، وما يجي يتدخل في جوه، ما يجي يتدخل في المواطنين بتاعته، اذا ما في حاجه انت مخليه تقعد في 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 الغصن. يعني ما دام انت غصن مزول بينا، كيف نحن نقدر نوصل لك الرساله؟ الرساله اكثر من توصل لك، يهود جنودك يهود شبابك قاعدين 123 و24، اذا دي ما غاليه ولا رخيص. ارتفع والله سترناهم، فين ما قدرنا حصلنا معهم الجنازه ذاته، في ناس شالون بعربات مش قدرنا سترناهم، لانه نمشي هناك برضه كان ضربونا. شو صار لهم على الحيطه؟ اندفنوا في 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 اندفنوا في 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 ليبيا بدون شهر توفى، بدون ما هي. انا عندي صاحبي يعني شقيق بالروح أسي داير مني من 150 دولار، أتوفى أنا ما عارف أوديها أوصيها لأهله كيف، يعني شهر توفى أنا ما قدرت حصلت عليه، خلي من قد النظر أنا أشوف هو دفنه كيف، أو أمشي عود جنازة، ما في. فبعدين إحنا في السودان هناك مشاكل هلبة، يعني إحنا قاعدين في النيل الأزرق هناك مهمشين، برضه نجي في ليبيا هنا برضه نتهمش، أفضل نقعد البحر لأنه أفضل وسيلة للدفاع. خلاف كده ما شايفين، يعني احنا مدام تقبضنا الحكومات تنقذنا، الحكومات التونسيه وتجي تقيف معانا هي اصلا يعني من عون الانسانيه فقط، ومدام السفير السوداني قاعد موجود ما يقدر يجي ينقذنا. هل تونس مكلفه بك؟ ما مكلف. السودان وقف بعربيته 5 دقيقة، القنصل مش السفير، القنصل السوداني وقف 5 دقيقة وعدى. المصريه هنا في 2 مصريه قاعدين في نفس الحوازه، استغلوا حته المصريه قالوا توفوا بنسبة 23 أو 24 مصري في حوازة، هو أصلا مش في مصري واحد يتوفى والثاني معوض. يعني المصريين أذكياء استخدموا هو الإعلام أفضل من القنصل السوداني، لأنه القنصل المصري لما كان واقف وقف عليه، حتى لو كان ربع نفر وقف عليه. يقول لك يا أخي الحياة أم القروش أم الحرية. أنا شخصيا بأيد الحرية، يعني أنا أفضل أموت حر من عمود مزدور او مهم عادي جدا، ما تفرق معي، لانه هو حياتي عباره عن شنو؟ الكرامه بتاعتي. لو ما عندي كرامه لو ما عندي حياه،